المعصية، فكيف الزوجة التي سأعيش معها؟ وده بيخلينا المشكلة يقول لك يا عم الشيخ لا تتكلم في الزواج، ما الناس متجوزة. المشكلة في المشاكل بين الأزواج وبعضها، أظن اتكلمنا بما فيه الكفاية. لكن هناك أمر يعني جوهري جدا، إن أقامه الإنسان أقيمت حياته بسعادة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أتم شطر دينه فليتق الله من شطر الآخر. الزواج يكون وسيلة للاستقامة على طاعة الله، وسيلة للعبادة. الزواج عبادة مش شهوة. هو ده الفرق بين الزواج الحلال وفين؟ وفرق بين أن الإنسان يفعل المحرمات. الزواج بيقول له أنت معاك شطر دين وهي معاها شطر دين، وكملوا مع بعض واجعلنا للمتقين إيه؟ إمام. مش اجعلنا للمتقين، يعني الزواج فرصة إلى أن يعلم الرجل المرأة ما عنده من دين، فأنت تعلم أن تعلم المرأة زوجها ما عندها من دين فيتقوا بعض. دلوقتي لما يكون واحد بلاش زوج، إنسان عادي عنده نسبة تدين 50% وآخر عنده نسبة تدين 50%، إيه اللي بيحصل؟ ما شاء الله بعد ما كان بيحب يصلوا الفرائض فقط اصبحوا بيساعدوا بعض يصلوا سنن، ده كانوا صلوا السنن ده ما شاء الله صلوا فيها يرتقي، لان الخير مع خير هينتهي خير. لكن ان هم ربما الرجل كان صالح ومن اهل المساجد والزوجه كذلك، فاذا ما تزوجوا كانه كان بيصلي على ما يتجوز بس، ينسى الصلاه وينسى العباده ويخرج من الحياه ويترك الاستقامه، مع ان انت كنت الاول مسؤول عن نفسك، اما الان فانت مسؤول عن زوجتك وعن اولادك، وانت ركبان السفينه، والمراه هي التي تربي الاولاد، واذا لم تربي المراه فلن تربي اي مجال او اي جهه من الجهات. ولذلك يا اخواني واخواتي، موضوع الزواج ارى ان هو هناك اربع حرب. الفكر اللي عند شبابنا وفتياتنا اتجوز، لا وده لسه 10 20 سنه. طب ليه؟ بحجه التعليم، ايه المانع ان انت تتزوج وانت تتعلم؟ ما هو المانع؟ البلد والمجتمع ما شاء الله موفر التعليم حتى لو انت ست انسان. فلماذا نحن نشق على انفسنا؟ الشباب اللي قاعد مقضيها صباح رايح جاي وفقر يقول لسه لسه شباب وكانه في حلم ولم يعلم ان القلم جرى عليه من اول ما بلغ. القلم يقدر على الانسان ويحاسب على عمله من وقت ان يبلغ. طب انت ان لم تصرف شهوتك والبنت ان لم تصرف شهوتها في الحلال ففي اي مجال؟ سيكون في الحرام والعياذ بالله، ولو لم يصرفها في الحرام سيحس بالكد، ما عندوش استقرار نفسي، ما عندوش يعني استقامه. كل ما يجي يقرا القران والله هتلاقي الشيطان جايب له صوره بنت وامها امام، فما بالك بقى بالنت والفيسبوك وال الدنيا مفتوحة أمام، والعرايا رجل النهار أمام. يعني أنت تأتي إنسان تلقيه في الماء وتقول له لا تحترق، تلقيه في الماء وتقول له لا تغرق، هذا محال. ولذلك يا إخوانا دائما وأبدا على مستوى الفرد وعلى مستوى حتى المجتمع، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مفروض فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا أنت الصحة مش هتستعملها في طاعة الله، هتستخدمها فين؟ وأنت بسبب الصحة زمايل. الإنسان لابد أن يتحرك، لابد أن يصادق، إن لم يصادق الصالح سيصادق الرفيق السيء. الفراغ إن لم يكن أنت مشغول بعمل صالح ستشغل قطعا بالعمل السيء. ولذلك تفكير الشباب لابد نعدل منه. الاباء يسعدوا ويسروا في امر الزواج. بنتك لو تزوجت بمهر قليل وكانت في عفه وطهاره افضل والله من ان يتعمل